سلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اوفياء تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جليسه رياضيه. في حلقه اليوم سنتوقف عند ثلاث محاور تتضمن راهنيه الاحداث وتحديدا ملف اصل النزاع القائم بين محمد فخر الاطار الوطني ونادي الرجاء الرياضي، وهو الملف الذي عمر في ردهات المحاكم لمده 3 سنوات. سنتوقف ايضا عند نزاعات المدربين ومسارهم في غرف التحكيم، وايضا سننهي هذه الحلقه بتدوينه مثيره للجدل تتعلق بنقابه اللاعبين. لمناقشه هذه المحاور معي في بلاطو تيليماروك ضيفان لهما صله وارتباط ومعرفه بهذه المحاور. باسمكم جميعا كنشكركم على تلبية دعوه البرنامج. مرحبا بك سي محمد فخير الاطار الوطني. مرحبا، مساء الخير سي حسن، ومساء الخير للمشاهدين الكرام. طيب، معنا الصحفي منعم بالمقدم، الصحفي المثير للجدل، الصحفي بجريده المنتخب الغراء والمحلل الرياضي. شكرا سي حسن، تحيه لك، تحيه للسي محمد، وتحيه خاصه للمشاهدين الكرام عبر تيليماروك. البداية بالمحور الأول، مسار ملف دام 3 سنوات في رداهة الهيئات الرياضية. سي محمد، سؤال، علاش تعطل هذا الملف 3 سنوات من 2017؟ وكنظن أن الملف كان معوص من 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 باش نوضعوا للمشاهد في الصوره، هو الملف ديال النزاع بدا مع حسبان اكزاكتومون. هذاك هو، انا هنا ولا ملي الانفيتاسيون جات من عندك، انا بغيت باش نوضح بعض الامور، لان الناس ما عندهاش بتاتا درايه دقيقه بالملف، ولا سيما الجمهور عامه، ولكن لا سيما الجمهور الرجاوي بالضبط، باش يعرف الملف من الاول ديالو حتى الاخر ديالو حتى لهاد الساعه اللي برك معكم فيها. طيب، 3 سنوات، ولكن هذه عامين باش تحكم الملف. كنظن كانت 3 المراحل، المرحله الاولى اللي كانت من بعد الاقاله، الجامعه كانت، انا كنت سال واحد تقريبا واحد 1,440,000 للفريق الرجاء في 4 شهور ديال العمل اللي عملت فيه، في 30 مليون ديال لا كاليفيكاسيون لاكاف، اللي خلات ان الرجاء من بعد كاليفات لاكاف ودات لاكاف، وفيها شي 12 بريم ولا 10 ديال البريم هكاك، مي ما دخلتش فيهم، اضطريت انني نطلع لاسمو لانهم ما بغاوش يخلصوني. لا فيدراسيون ملي خدات الملف بهذيك 140 اللي كانت سالنا، حكموا عليا ان نخلص للرجاء 75 مليون، يعني ردوا لي شي 63 مليون، يا ما كملش 140. انا اللي نخلص اسمو، عاود مشيت للاستئناف نفس الحكم، فكنشوف انا مظلوم من بعد هذا اسمو، اضطريت انني نمشي ليطاب الاخرى اللي فيها الطاس. ولكن في هذه الفتره كنت حاولت ما امكن انني نتصل لا بالرئيس انا ذاك اللي كان، لا بسي سي اوزيل، كان هضرت معه وكان هضر معايا بشكل جيد، وكان في المستوى، قال لي ودي انا نتكلف بهذ الامور. المهم مشات لاسمو لا فيدراسيون، اللجنه ديال لا فيدراسيون حكمت حكم اخر، اضطريت انني نمشي للطاس. ملي مشيت للطاس تحكمت امور، من بعد كاين لي فري ديال لافوكا لاسمو، مشيت انا براسي للطاس، حضرت تما الانستونس تما مع ناس تما، تحكمات هذه عامين، تحكمات لصالحي. رغم ذلك مشيت انا كنحاول ما امكن مع هذا المكتب، لان ما بقاش باش يمكن نلقاو حل. حسن دخلت التنفيذ ديك الساعه، الاليه التنفيذيه الجامعه، مشيت لاسمو، مشاو عندي شي ناس، ما غنبقاش كاين اللي قال لي ودي ما تبقاش قاعد تذكر الاسم ديالنا، لان 4 ولا 5 الناس اللي هضرت معاهم، منهم واحد الله يرحمه هو رشيد، ولكن عندي تو قال لي لافوكا واش تبغي دير لاميابل، قلت له ودي مرحبا سي مون كلوب نديرو لاميابل، كتب ليهم ما جاوبوش كاع، هادشي راه عندي مكتوب ماشي كتب ليهم ما جاوبوش،
بقينا هكاك، بقات الامور غادي هكاك، حتى واحد ما ما بغى يتصل، عيت تندق عليهم، حتى واحد ما بغى يتصل ولا حتى واحد ما بغى عيري برك معايا وانا 20 متر من المكتب ديال الزيات، حتى من المكتب ديال الزيات ما عمر شي واحد جا عندي ولا سمو. النوبه اللي هضرنا في التليفون ملي توفات الوالده الله يرحمها في اوت، عزاني هو وسي انيس، وكان واقيلا جو بونس لو تريزوري، وقال لي ودي راه بغينا نشوفك. قلت له مرحبا عاوتاني من بعد هذوك خمسه الناس اللي برك معاهم، مرحبا. من بعد ما بقى حتى واحد اسمه الحكم جا عاوتاني طاس صيفطوا لنا، قال لك اودي اسكو بغيتوا في اوت في لاميابل نديروا ندخلوا لا 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 اون ميدياسيون، نديروا اون ميدياسيون. قال لي المحامي شنو؟ قلت له اوكي، قلت له الميدياسيون نديروا ميدياسيون. كتبوا للرجاء قال لهم فوالا راه قابل يدير الميدياسيون، قبلوا من ضرب راه كانت دايور كانت بيبلي وريتها لا سمو. كتبوا كيقول لك اون سوبوز كاتيغوريكمون لا ميدياسيون، ما باغيش نديروا مع هذا السيد الميدياسيون ولا شي حاجه. هذا جهدي باش تفضل باش ما يمشيناش الخيط النظيم ديال سي محمد، لانه وقفت انا هذا الملف هذا من 2017 في لوماي كنظن بالضبط 25 ماي، يعني اخر دوره في البطوله الوطنيه من المباراه ديال الرجاء والجديده اللي كنتوا ربحتوها واللي كانت عطات الصف الثالث للرجاء، واللي خولوا المشاركه في لا كونفدراسيون واللي هي توجت بها الرجاء ودات من موراها السوبر، يعني كانت ديك المرتبه الثالثه السبب ان الرجاء دات جوج القاب ديال افريقيا. هذا ملف متشعب حسن، باش نحاولوا نوضحوا الراي العام. بدا متشعب غريب في البدايه ديالو وفي النهايه ديالو، لان النهايه ديالو كما شرتي لي انت راه ذات المحكمه غينتهي عند الكاف. قبل ما نوصل لهذه الحاله كاين واحد الملف اخر باش الناس تفهم، راه الملف اخر تو فيه ثلاث سنين اللي تحكم ديال نيرمو، هذا الملف فات خاصه ديال المدربين المغاربه ديال حسين عموته، كان مراد محمد في سبتمبر 2017 ابريل لي موجاج ديالو ملي جا من لاكوب دي موند ديال كلوب اللي كان شاركت فيه الوداد في كيفاش ما تنفذش؟ لا التحكم ديال نيرمو صافي لا تنفيذ ما كاينش. باش نرجع للملف ديال محمد، المشكل كيف تنفيذ؟ محمد هضر على واحد القضيه تاع المكتب السي محمد، على ما تنظن كنتي شرتي ليها، كنتي جلستي مع السي وهبي، كنت عرضتي عليه بان شي جلسه، لان ما ذكرتيش الاسم ديالو في هاد الناس الاخرين اللي تا هو محسوب على المكتب الجديد، وعرضتي عليه شي مقترحات باش ديروا لاميابل وما ردش عليك، او ان شي امور اللي برك معاه كان عيط كان عيط لي سيرتني الله يذكره بخير، راجل طيب. قلت له ودي مرحبا، من بعد ما رجعش عندي، يمكن ملي كيمشي عند المكتب كيحبسوا. كان اوزال مرارا وتكرارا، اوزال تا هو الله يذكره بخير تا هو. رشيد الله يرحمه عيط لي لاباس كيدير، حتى نتلاقى واسمو قال لي هادشي اسمو، قلت لي مرحبا. مشى ما تعاودش، انا ما كيعاودوش يرجعوا ما عرفتش علاش. وهبي دار معايا، ماشي دار معايا انا، دار مع واحد السيد راه معروف هو، وقيلا يمكن كيجي من العائله اسمه هو سي الشيباوي، راه كيعرفونا الناس بالدار البيضاء. ومشينا تلاقينا في واحد الكلوب حدا تيران الدراجه، الكلوب ديال النصارى الكاف. بركنا تما وهضرنا على هادشي، قلت له ودي مرحبا. ملي كيمشيو ما كيرجعوش. عير انا اللي سمعت انا من بعد هو الوقت اللي كيتجبد الملف ديالي مع المكتب، واحد ومع بجوج ديال الناس هضروا مع وقيله مع الرئيس ولا زعما، تيقول له ودي هذاك الملف ديال محمد دو بريفيرونس ندوزوه على ميابل. تيقول له اوكي ندوزوه على ميابل، ولكن ملي غندوزوه على ميابل وغادي نتفقوا معاه على شي حاجه، غادي يقول لك اعطيها ليا. قال لي عندك شي فلوس انت تعطيهم لنا نعطيهم ليه. ولكن انت شرتي سي محمد قلت لي اقترحت عليه مالا ميابل ورفضوه. كيرجع ما علاش؟ لا هو كيف انا كنفسر لك علاش، لان ملي كيجبدوا الملف ديالي تيقول لي فين السيوله باش نخلصوا. قال لي ها انت كاع نتفقوا معاه هو، فين عندك شي فلوس انت؟ دونك كاع قال لك يقترحوا باش نبركوا. دونك بقات تما ما اسمو، حتى واحد ما عاود رجع عندي انا. انا كندق البيبان كلهم، ما عنديش كندير انا جهدي كنديرو باش انا اللي كنمشي، الوغ كو نورمالمون خاصهم هما اللي يقلبوا عليا. دونك برك مع سي وهبي والامور ما 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 سهلش ان شاء الله. الكاف سي محمد تنظن هذا هو الملف حسن، هو الكاف حيت سابقه، هذه سابقه مشيت انا لاسمو الطاس، مشيت ووقت اللي كونفوكاو حتى لاسمو جاعر المحامي ديال الرجاء، وكان المحامي ديالي وديال وانا مشينا وحضرت اسمو. من بعد لا سونتونس جات هذه عامين تحكمات سيت اون سونتونس فينال، مشات هكاك اونتر تون ذاك الوقت راه كان المحامي دار لاميام ما بغاوش، جات هذه ديال لا ميدياسيون ما قبلوهاش بتاتا. عير دير نيرمو راه في اوت، عير في اوت هاد اوت جات راني جلي بيبلي هذاك دار ما بغاوش. مشيت واحد الوقت بقات دو جور وكنسمع المحبين باغي انتدابات انتدابات انتدابات، هما داروا انتدابات جوج مروان هدودي
والسعداوي السعداوي وبقى 48 ساعه كي غادي يديروا تيكاليف فيهم غتقول لي محسوبه عليا انا حتى واحد ما جا عندي رانا اللي مشيت معك عند من نمشي انا حتى واحد ما تيهضر معايا مشيت عند سعد بوعبيد الله يذكره بخير سي رجاوي ديال ولد ولد مشيت عند ولد الدار قلت له فوالا اللي كاين اللي كاين هضرنا على على الفرقه وعلى اسمه قلت له دير البروبليم كيدير قال لي واشنو الحل اسمه قلت له دير خصهم يجيو يبركو باش نشوفو كي نديرو نلقاو الحل عيط على قال لي انا جو بروغرام هاد الدارينيو جا سي زياد وجا سي اوزال وكان معايا مجتهد الكونسيي جوريديك باش لان خصنا نعرفو كي غنديرو هادشي كي غادي يديروا هادشي بقى 48 ساعه على على اسمو ديك الساعه ملي تلاقينا في هذيك العشيه تلاقينا في 12 اللي غتحبس الميركاتو دونك شنو هي الصيغه وكنعيطوا على لافوكا ديال ديالي انا فاسمو باش يعطينا الصيغه اسمو على الاخر قلنا قال لك دير الميدياسيون قال لهم لافوكا عندي قال له دير ما يقبلوش منكم لا ميدياسيون نتوما حيت نتوما رفيجيتير الا طلبتوا لا ميدياسيون غادي يقول لكم نو وحنا ما نقدوش نطلبوا لا ميدياسيون دونك غطلبوا لا ميدياسيون وتقول له بان ما راه بركنا مع فخير بركنا مع فخير ولكن راه قبل هما غادي يرجعوا عندنا عاوتاني وغادي يقولوا لنا بان ما واش قبلتوا بصح ايه وديك الساعه غندخلوا لا ميدياسيون وغنوخروا شيئا ما لهذيك لا سونتونس اللي كانت اللي غدار على الاقل لا فيدراسيون خصها تعرف بان ما كاين عيطوا لا فيدراسيون وعيطوا لاسمو اونور قبل من 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 متسالي متسيني سيناتور عاد تكاليفيو الدراري وحنا باركين عاد تكاليفيو لي دو جو هذه هي سابقه هذه سابقه حسن وانا كنت واكبتها مع طريق الله رئيس اللجنه ديال الترخيص ديال الرخص ديال اللاعبين وكانت هذه الاشكاليه كنت سولته على مجموعه من الفروق من الرجاء كيفاش غدير تصادقوا على الرجاء عندها ليتيج حيت هما كانوا داروا واحد المذكره وقع فوزي القجع نهار 28 في نوفمبر توصلنا بورك الشيا في 10 ديال البنود ان اي نادي عنده ليتيج ما غتصادقلوش على لي ترونسفير ديالو في ميركاتو كان زمن يوم داك النهار كان نهار الاثنين بالضبط وكان هو اخر نهار في الميركاتو وبالتالي كنت كنواكب انا مع رئيس لجنه الرخص كيفاش غدير الراجل كانوا قالوا لي بان راه كاينه جلسه كتضم حاليا جواد الزيات والكاتب العام ديالو ومحمد فخير والمستشار القانوني ديالو وعلى اتصال مع الجامعه كانوا اون كونتاكت مع لا فيدراسيون في داك الساعه لان كيفاش داروا التاهيل كان التاهيل عن طريق غير الهاتف محمد فخير مع لافوكا ديالو عطاو ضمانات للجامعه بانه كيوافق على واحد الصيغه غدير التسويه غير من اجل تاهيل الثنائي وبالتالي لولاكم ذكرت هذه الصيغه لي دو جوور اللي كان جابت الرجاء حاليا اللي هما نوح السعداوي ومروان الهدودي ما كانوش غيتكلفوا وانا انا اللي مشيت لان لو ما مشيتش عند سعد بوعبيد غتبقى الملفه كما غادي تكلفهاش انا اللي خديت المبادره وانا اللي مشيت كنقلب تنقول ومشيت عنده قلت له ودي راه ما غادي تكلفوش دراري ولقينا الحل هكا لاباس من بعد تكاليفيو الدراري مي خص لا سونتونس اللي طايحه انه كيقول لك انا مشيت للكاف بحال انا غنمشي غنهز طوموبيلتي غنطلع للكاف ونقول لهم حيدوا لا ليسونس للرجاء هي لا بروسيدور كي دايره المسطره ملي تتفوت واحد الوقت الحكم ديال الحكم ما تنفذش ديال سويسرا ديال سويسرا كتضطر تكتب لي زانستونس اللي كي يحكموا في الكلوب سيتادير لا فيدراسيون والكاف اللي كتحكم في لا فيدراسيون دونك علاش هذا الحكم ما تنفذش غريب هذا الحكم ما يتنفذش ديك الساعه بدات المسطره صيفطوا للرجاء قال لهم ودي فوالا ها اللي كاين فو بيي عطيونا بور لو 10 هاد لو 10 انا عيطوا ليا لو 9 تلاقينا لو 9 تلاقينا قال لك رجاتنا هادي غدا خص يكون حل ولا الرجاء غادي يحيدوها من اسمو وطالقين متلوقات الدعايه ان انا اللي حبست لي مشيت وقلت لهم حيدوا لا ليسونس الوغ كو سي لا كاف غير لا بروسيدور المسطره ديزا ملي جاو اش عيطوا لي انا مشيت انا والسي مجتهد تلاقينا عند الرئيس عند سي زياد وكان سي انيس عاوتاني نفس الاسمو خصهم يلقاو صيغه باش يوخروا الغد غتحيد الرجاء بقينا حتى الليل وحنا خدامين كيعيطوا على البرازيلي اللي في البرازيل لافوكا كنعيطوا البلجيكي في بلجيكا ولي زورير مخلطين مع الـ مع الـ مع الـ مع مع لا بلجيك كيعيطوا لاكاف السكرتير جينيرال كوم كوا اسكو هاد الصيغه كاينه لقينا واحد الصيغه مع الفيدرا هو ان بروبوزات الرجاء قال لك اودي اون با دارجون دابا ما عندناش كي نديرو قلت لهم ودي شنو عطينا شي ضمانه قال لك حنا ما نقدوش نعطيوك ضمانه حنا ولكن الضمانه اللي غنقولوا هما نكتبوا للكاف ونقولوا لهم الفلوس اللي دخلوا ديالنا واسمو يدوزوهم لك اسمو
بضمانه هما اللي داروا ماشي انا اللي مشيت للكاف. واخا سي محمد غادي نواصلوا الحديث لكن في المحطه الثانيه حيث سنتوقف عند قضايا النزاعات بين المدربين والانديه والدور الوداديه. بعد أن قضى ملف النزاع بين المدرب محمد فاخر والرجاء البيضاوي 3 سنوات في ردهات الهيئات القضائية بكل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي طاس والكونفدرالية الإفريقية، وجدت القضية حلا اعتبر سابقة في تاريخ النزاعات الرياضية، حيث وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب الرجاء البيضاوي القاضي بتسديد المتأخرات المالية للمدرب فاخر عبر اقتطاع مباشر من المنحة المخصصة من طرف الكاف لبلوغه المربع الذهبي لكأس عصبة الأبطال الإفريقية. بسبب الأزمة المالية التي يتخبط فيها الفريق الأخضر، حيث حدد التقرير المالي قيمة الديون المتراكمة على الفريق في 7 ملايير سنتيم، ولم يكن لإدارة الرجاء من خيارات سوى قبول استخلاص مستحقات مدربه من الكاف خوفا من حرمان النادي من المشاركة في المسابقات القارية التي تشرف عليها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويرجع تاريخ الملف إلى سنة 2017 حين أقيل فاخر من منصبه برسالة نصية من الرئيس السابق سعيد حسبان. سي منعم، قبل ما نطرحوا عندك شي حاجه في الملف ديال الكاف توضح باش تحيد هذا الغموض كله، يعني الطريقه باش مشى السي محمد. قلت لك انا دابا كنا مواكبين لهذا الملف من 2017 من الملفات المثيره، وانهم بعد التنفيذ ديال الحكم اللي جا من هيئه التحكيم الرياضيه بسويسرا، تاخر ديال تنفيذ الحكم هو اللي تر النقاش حول تدخل جوج ديال الهيئات، الهيئه اللي مشرفه على الكره القدم المغربيه اللي كتحكم في الرجاء هي لا فيدراسيون، والهيئه اللي كتحكم على لا فيدراسيون هي لا كونفدراسيون افريكان. هادو بجوج كانوا خصهم يتدخلوا باش يجاوبوا سويسرا علاش ما تنفذش الحكم، وبالتالي ولاو طرف. باش غيوليو طرف يعني الرجاء واش غتشارك ولا ما غتشاركش في الشامبيونز ليغ، خص هاد النادي يكون صفي الليتيج ديالو اللي محكوم به هادي عامين. فهنا الرجاء البيضاوي على اعتبار ان السيوله الماليه بشهاده الرئيس في عديد الخرجات ما كايناش، ما يمكنلوش يؤدي، لان الرئيس ديال الرجاء عانى خصو يسد المحاضر ديالو باش يقدم استقالته ويمشي، ما يمكنلوش يخلص هاد الليتيج. حال محمد فاخر على الكاف لي سيفونسيون، الايرادات اللي غتجي جديده للرجاء والايرادات اللي بقى كتسال الرجاء للكاف، غتولي الكاف هي اللي غادي تاديها لمحمد، يقتطع منها الجزء اللي محكوم به والجزء المتبقي غتاخذو الرجاء. اذا هذا كان مقترح رجاوي والموافقه كانت عند محمد فاخر وعند الهيئه المستشاره ديالو. رئيس جديد اللي جا الرجاء، اول قرار خادو الاندلسي، اول قرار خادو هو انه حيد الانيس من الكتابه العامه. كيقولوا بانه الاعفاء ديالو من الكتابه العامه راجع لسوء تدبير ملف محمد فاخر. انا تبعت تصريح بالامس ونتمنى هذا ربما تبعته في احد المواقع، انيس ينفي جمله وتفصيله، قال لك بانني اواصل ولا صحه لهذه الاخبار، وبانني الى غايه اللحظه من بعد الانتخاب ديال السي الاندلسي انني باقي في المكتب ديال الاندلسي وواصل المهام ديالي. لا ككاتب عام، ككاتب عام، ككاتب عام، باقي ككاتب عام. انا شفت تصريح الا بغيتي نعطيه حتى الموقع، قريته في الموقع ديال 360، شفتو شار لي بانه كاين فيه هادشي كله، قال لك بانني اباشر المهام ديالي. طريقه ديال التدبير انا ما تنضرش مرتبطه ب، حيت هي طريقه التدبير انا نقولوها فرون، ما عندي مشكل. طريقه اسيئة التدبير ديالو، وماشي غير بالرجاء، بالله في فيدراسيون حتى واحد البلوكاج. لا سي حسن انا كنطبق عليهم جامعه، وملي كيقول لك السيد جاي تيسال 12 البريم وتيسال 4 ديال لي سالير وتيسال التعويضات اللي كندير هادو غير التعويضات ديال داك العام اللي كنخدم، اللي كان داك العام كله كريز ديال الرجاء، يعني السيد لا فيدراسيون الطريقه وكتحكم كدير 75 مليون ديال الخصم. فهنا الملف اسيء التدبير ديالو من غرفه النزاعات، هذا الملف كان يتصفى هنا. باش نفسر عاوتاني حيت الناس ما فهمتش علاش من 520 ولا 720، غير هما ال 520 اللي حكمت بها الاسمو، حكمت على هذاك من بعد الاقاله، هذوك داك الشيء اللي غادي يبقى في الكونترا. مي اللي قبل منه اللي كنت سال انا هذاك كنت سالو، دونك ما فيش نزاع. دونك ال 140 الى زدتي عليه الكونترا، الكونترا اسكي لي فيرمي ديلو ديبار من الاول ما فيهاش لي مونجاج، لان الكونترا لا العام الاول الكونترا العام الاول اللي الكونترا يفيرم فوالا، هما على شهر لو تسناو شهر كانت سالي الامور اسمو هما دقيقه 90 لو ليسونسيمون لي موجاج دار في لو 26 مي لو 26 لو كولا لا سيزون كانت سال في لو 30 جوان، لو دارت ورا لو 30 جوان لي تروا مو اللي دايرين هما هذوك. اذا التدبير حسن انا مرتبط بالهيكل القديمه ديال هذيك هذيك 140 حيت الناس تسغربات علاش 140 قديمه كانت سالها زياده على واحد كاين واحد 600 ميل 60 مليون ديال
ديال الشارج ديال باسكو تي دو باي الطاس راه الطاس كتخلص المحامي هي 200 الا زدتي على 520 هي 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 تحميل الصائر تحميل الصائر شكون بلاتي انا هذه 3 سنين وانا دقيت كاع البيبان دابا كتولي حوايج تيقول لك حكا ماشي رجاوي لا رجاوي لا انا 3 سنين وانا كنجري كندق عليهم انا اللي كنجري امتى جاوا عندي بعض المسيرين مشاو عندهم امتى جاوا امتى جاوا عندي الوقت اللي جات هاد لا سونطونس ديال اتحيدهم من الكوب دافري 24 ساعه قبل ما يمشيو هذه كيفاش جاوا عندي اما الاولى باش نكاليفيو دراري انا اللي مشيت عند سي سعد وقديت كل شيء وانا اللي كنجري باش نقاد كل شيء عندنا الصوره ديال باش نكملوا عندنا الصوره ديال عموته تو طرف النزاع كان على وداديه المدربين والدوره في فض النزاع الوداديه باتصال مرارا وتكرارا بالسي عبد الحق مندوزا كان الله في العون لانه حتى هو وضع تحت واحد الطائل ديال الليتيج مع الانديه ومع الفرق الاشكال الذي اعيبه على مندوزا كوداديه على مستوى القوة التنفيذية مو مجرد قوة اقتراحية يعني كيقولوا له كيراسلوا النادي سواء اللي داروا مع كاموندي ابريلي موجاج ديالو ولا مع محمد فاخر منين حيد من الحسنية تيقولوا واحد النادي ما عندكش الحق دير مدرب جديد حتى تيولي هذاك مجرد وعد او حبر على ورق ما تيتنفذش لو ان الودادية عندها هذه القوة الفعلية باش تكون طرف وتراسل الجامعة ما يجلسش مدرب لو بون دو توش تيتصفى مشكل ما كناش نلقاو مباشرة بعد المباراة ديال الدفاع الحسن الجديدي كنتو ربحتو بربعة على ما مشاو للمرتبة الثالثة على ما أظن وكان واحد الأداء اللي في الوقت اللي كان خصك وفات في البوان دو بريس اللي درت قلت لي اوني بري الكونديسيون كون عندنا ثلاثة ولا أربعة اللعابة وأنا نقول لك دابا اللعابة شكون حيت كان غادي يجي حدراف وكان غادي يجي ياجور شاكير وشاكير هادو هضر معاهم وشاكير ومروان سعدان اللي كيلعب في تركيا ديال الفيفس هادو من غير لعابه اخرين هادو كانوا جو وجبت كوجو انا اللي جبتو جبت ياميق نعم اسمو وجبت ياميق انا اللي جبت كوجو ياميق جابو ملي مشى التمويل بلاتي كوجو كون خدنا كوجو لي شامبيون ما حتى واحد ما يدخل معنا هذه المهمه اللي خصك توضح علاش كوجو اللي جبتو ولعبتو في التورنوا ديال تي في جابوا لي واحد السيد واحد لاجون اسمو ايف مالف تخدم مع الرجاء راه نعطيك التليفون ديالو اكزاكتومون نعطيكم التليفون ديالو وسولهم قول لي شكون يجرى على 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 لابو كوجو واش فخير ولا مسؤولين لان ملي قال لهم ذاك الوقت 110 مليون ديك الساعه غتبدا لا سيزون ما كاينش الريال بقاو كيدوخو تصيفطوه قالوا لي سير فحالك ما عندناش حنا عطاوه 30 مع 40 هذاك ديال 30 ولا 40 مشى فحالهم ملي سمعت انا نقول لك ملي سمعت كوجو مشى مشى لتما عيطت على 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 ايف تنعرفوا قلت له شنو قال لي اودي ها اللي كاين راه ما بغاوش هذوك راه اسمه وانا كنقول له صافي راه حنا بركين معاه راه قاعدين وشكون جاب مومي كانوا مبركينو في واحد لوطيل هنا في في في, في بولفار دونفا مبركو المسؤول الكبير مبركو تما وملي بقات ربعه السوايع كيعيطوا لي في التليفون قالوا لي فوالا راه كاين واحد لافاسون درا سمو قلت له كيفاش ما شفتو ما وما كان ندير قال لي راه ما عندناش كنديرو كان ديك الساعه يلاه بن حليب وماشي بن حليب ديال الفورما ديال دابا دونك بلاتي نكمل لك الله يحفظك عيب قال لي راه كاين سمو قلت لي حاجه واحده انا ما شفتو ما والو بغيتي تسيني ليه لان بقى ربعه السوايع سيني ليه ولكن دير ليه في 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 في, في, في كونترا سي دون با ساتيسفاكسيون سون زانديمينيتي لي موجاج يمشي بحالو بلاد هادشي وداكشي اللي كان ملي ماركاج جوفيوت قال لك هو اللي جابو وملي ما بقاش يماركي قال لك جابو فاخر هو اللي جاب كوتجو وكوتجو انا اللي جريت عليه في اخر محطه نقف عند تدوينه مثيره للجدل هذه المره تدوينه لزميلنا منعم بالمقدم تتعلق بالنقابه سيمو العيم تدوينة من الصفحة ديالك احنا اعتدنا ان مرة كنطلعوا على التدوينات ديالك تدوينة تتكلم على نقابة ايت بني الدر بقية عاجلة للبوزي المنظري كشف على وجود واحد النقابة اللي تاني النقابة راه كنقولوها بمفهوم قدحي قدحي النقابة حسنا اللي شرت لك اللي تاني فيها هو وجه الفوزي علاش؟ لأنني سمعت بني الدر وعاود شفتو جوج مرات سمعته تيقدر تيقول لك بانني هذا الميساج ديال النقابه قلتو لطوشاك وقلتو لعموته وقلتو لمدرب اخر اللي وروني جيرار يعني المدربين قالوا له الله غالب ما عندنا ما نديرو يعني مآمنين بواحد الطرحيه تمشي انت ضحيه ديال النقابه هي نمشيو حنا كاين واحد ثلاثه ولا اربعه ديال لي زيليمون في شق فرقه تيكونوا دي فيتيرون تيتحكموا يا اما في السير انهم يلعبوا يا اما انهم يحيدوا مدرب يديروا الصابون واش هادشي كاين ولا ما كاينش بعض الخطرات كيكون ولكن كيكون باتفاق مع مسؤولين
الوقت اللي كيتعذر عليهم باش يجروا الحصير على شي باش فوالا تيتعذر عليهم باش يحيدوا مدرب ولا اسمه. عندهم ثلاثة ولا أربعة اللعابة اللي كيكونوا قراب منهم اللي كيكونوا هما لي ليدر ديال ليكيب اللي كيبداو هما وسط المجموعة كيخدموا باش الفتنة كتولي الفتنة ولا ما تولي الفتنة تولي لا ديسيبلين صح حلقة صح حلقة كاملة هذا الموضوع هذا اكزاكتومون. عمرك كنتي طرف شي نقابة سي محمد في لاعب لاعب أنا جامي لا جامي ما يمكنش لا والو الراجل قال لك كانت نقابة لا والو النقابة اللي كانت خوا فينا هو الحي مي عندنا حنا داك الوقت شوف باش ما نكذبوش على روسنا ملي كان مصطفى الله يرحمه بيتشو ولا بونمي ولا الدراري ولا بوينيني ولا كاع لي غروند فيديت اللي كان بوكو بلوس الفرجه دونك ما مديناش حنا خسر الفرقه ولا تربح لا حنا الكورنيو تيقول لك تيقول لك فرجني الريزلت سي الدري. من بعد تبدلت الامور ملي جات لا جينيراسيون ديالي وديال دولمي وديال الدراري اللي جاوا فتحي والعربي واسمو جات لا جينيراسيون لا بروميير كوب اللي دينا سي لو برومي تيت اوفيسيال لان حيدات لي الرجاء واحد الشامبيون سي لو برومي تيت اوفيسيال هو 1974 من تما البوبليك بدا كيغير باغي الفو بجوع الفرجه بغى يجمع بيناتهم بغى يجمع بيناتهم والنتيجه والنتيجه. شكرا لك سي محمد الوقت يداهمنا وصلنا لنهايه الحلقه والحديث في هذا الموضوع شيق وقصرنا حتى في حق سي محمد لا شكرا سي حسن انا سعيد هذا اول حضور عندي سي حسن في الحجر الصحي تقدير لك والقيمه ديالك سي حسن والقيمه ديال البلاطو وسعيد جدا بحلول ضيف معك حسن. شكرا وبذلك الوصول لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم قليصرية نتلقى معكم في حلقة قادمة مع ضيف آخر ومواضيع أخرى. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم برنامج طيب المنى إلى اللقاء.